يعتذر عن عدم قدرته على المجيء اليوم من جبل طارق، ولكنه يثق كل ثقة في فريقه من هيئة الثقافة، من هيئة خدمات، عن شكره للحضور وشكره لكل من عمل على إنجاح هذه الأنشطة الثقافية ما بين جبل طارق والمغرب، وهو يتمنى على العمل في المستقبل القريب. وتقديرنا لشريكنا الملك العلوي لكل ما قدمته بمساعدة وتعاون. كنت واجدت في هذه الأمسية في حدائق دونابو بشراكة مع جمعية جبل طارق المغرب للتبادل التجاري، اللي صدرنا عملة نقدية فئة 5 جنيهات استرلينية. العملة هذه العملة النقدية كتحتفي بالعلاقة التاريخية ما بين صخرة جبل طارق والمغرب. العملة كتصور شخصية طارق بن زياد، اللي هو شخصية غنية عن تعريف التاريخ، اللي فتحت الأندلس، وجبل طارق تسمات بالاسم ديال هذه الشخصية التاريخية. بالنسبة للقطعة النقدية، هي آخر قطعة نقدية قامت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بالتوقيع ديالها أسبوع قبل وفاة الملكة إليزابيث، وكانت تؤمن إيمان كبير بأن العلاقات ديال جبل طارق والمغرب هي علاقات قوية، ويجب الاحتفاء بها ويجب الدفع بها قدما على جميع المستويات. ونحن قرابين بعضنا جغرافيا، ونبحث بالاحتفاء بهذه العلاقات عن مزيد من التقارب ومزيد من التبادل على جميع المستويات. La relation et sceller la relation entre Gibraltar et le Maroc, qui historiquement commence depuis 1751, à l'époque où le Maroc avait ratifié un traité avec la Grande-Bretagne, et qui a permis depuis 300 ans à Gibraltar de survivre et d'avoir un pont aérien et maritime à chaque fois que Gibraltar se trouve en difficulté avec ses voisins du nord. Et donc les pièces de monnaie que nous avons présenté aujourd'hui à l'Ala Malika et que nous présentons au public sont en fait, on l'effigie de la reine d'Angleterre sur une face, et de l'autre on Tariq Ibn Ziyad, qui est la personne, le général qui a donné son nom à Gibraltar, Jebel Tariq, et également de l'autre côté les ferries et les avions qui ont permis le pont aérien entre le Maroc et Gibraltar. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.